أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أولا حين إعادة الهيكل صدق على السيد العامل الله يجازيه بخير، وكنقولها من هنايا لولا تدخل السيد العامل ولولا تدخل بعض المصالح هذه ما كنا غادي نفوزوا بهذه المسائل ديال إعادة الهيكل. راه 11 مليار. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر موقع أشواق على إتاحته الفرصة باش أنني نتكلم على هذا اليوم اللي ربما ما غاديش نسميه بأنه يوم احتجاج، ولكن غنسميه يوم مطالبة. أن الإخوان ديال الدواوير اللي جاوا اليوم كيطالبوا بإعادة الهيكلة بحسن الظروف المعيشية ديالهم، كيطالبوا بالمدرسة، كيطالبوا بالمكان، بأبسط الحقوق والواجبات اللي كيتكلم عليها سيدنا الله ينصرو واللي كيظل يحثنا عليها في خطابات ديالو باش نكونوا راه الإشارة وراه الاستماع للمواطنين. بالنسبة للمشكل ديال المدرسة ديال البحارة، أنا بالنسبة لي هذا المشكل راه انتهى مادام أن أملاك المخزنية راه ستوفر في الوعاء العقاري، ومادام أن المجلس المقر ديال مولاي عبد الله أنه برمج واحد 5 مليون درهم في الميزانية ديالو باش بناء هذه المدرسة هذه، ودابا راه لا كونفونسيون راه في طور المصادقة، راه عند السيد المندوب ديال التعليم باش تجينا على المصادقة ونبداو في الأشغال فيها. بالنسبة للدواوير وإعادة الهيكلة راكم شفتوا لي توبوغراف راهم خدامين في الدواوير، خدامين كيديروا في لورولفي ديالهم. كان واحد المشكل اللي ما غنسميهش انا مشكل، ولكن واحد الخلاف الرؤى حول هذه الاتفاقيه هذه، كانت خصها واحد اعاده القراءه ونعيطوا على الناس ديال العمران باش يحضروا معنا ويشرحوها لنا بالتفصيل. هذا اللي غادي نديروا ان شاء الله عما قريب، واللي غادي نطالبوا ان شاء الله الاخوان ديال المجلس في واحد اعاده القراءه باش يتم التصويت عليها، وباش نبداو ان شاء الله في هذه الهيكله اللي هي غادي تكون واحد مفتاح خير للسكينه ديالنا، لان بها هذوك الدواور غادي يمكننا نعرفوا فين هما الديور اللي مقيوسين اللي في الطريق اللي غادي تجي فيهم الطريق، والاخرين اللي غادي يبقاو غادي يستافدوا من الماء وغادي يستافدوا من الضوء وغادي يستافدوا من جميع الوسائل ان شاء الله باش يكون عندهم واحد الحياه لائقه. بالنسبه لينا كمجلس راكم شفتوا اننا استقبلنا الاخوان كما استقبلنا البارح ولاد سعد الدراع وتيكني والهواوره، وهذا سمعنا لهم تصنتنا لهم مطالبهم مشروعه. حنا مجلس هذه تقريبا عندنا واحد السنه ديال العمل، ربما كما قلت الاخوان ديال الصحفيين اللي كانوا داروا معايا الاستجواب هذه واحد 5 دقائق، قلت لهم باننا غادي نديروا واحد ندوه صحفيه اللي غادي نعيطوا فيها على جميع الصحفيين باش نعطيو الحصيله ديال السنه ديال العمل ديالنا، ومن هذيك الحصيله يمكن الاخوان الصحفيين انهم يحكموا وغادي يشوفوا النوع ديال المشاريع والكثره ديالها والعمل اللي قمنا به في هذه السنه هذه. وكنشكركم. هو انا بلاتين جيت نسمعكم هو الاول، يعني بغيت واحد منكم ياخذ كلمه ويتكلم ومن بعد انا غادي نجاوب. نشكر هذه الجماهير المناضله اللي جات بكل مسؤوليه وبكل وعي وبكل نظام وانتظام باش تعبر على الحقوق ديال المشروع، تتوجهوا الناس المجلس الجماعي جماعة مولاي عبد الله باش نقولوا اليوم جينا هنا للتعبير عن مشاغلنا وللتعبير عن مطالبنا، وانتم تعرفون مطالبنا. هناك تهميش، هناك مطلب عندنا وحيد واوحد هو اعادة الهيكلة، واعادة الهيكلة اللي كتفرع على مجموعة من المشاكل. نعاني من مشاكل لا حصر لها، غياب طرقات، غياب شبكة ديال الساحلية، شبكة أصبحت مفترئة، هناك مجموعة من المشاكل اللي انتم راكم على عين